دخلتي علي؟ انت ايش فيك؟ تدرين ايش فيني؟ بدري ليش قاعده هني؟ قومي ايش داخل؟ لا ما اقدر تليل، روح شوف اذا امي نامت او لا. بدريه لو امي كل مره تهاوشني اسوي اللي انت تسوينه كان صرت هوبلس. هوبلس الهبله ما هو هوبلس. عادل اللي هو، قومي ايش داخل؟ لا ما اقدر تليل، روح شوف اذا امي نايمه او لا. امي ما تنام هالحزه، اسمعي مني انا الخبره. تليل اللي فيني كافيني خلاص، تكفي روح شوفيها، ترى والله مالي خلق حق الطق والهواش. بدريه دشي على امي بوسيها على راسها ونزلي لي دمعتين تلقينها اخر شيء هي اللي بتراضيك. لا انا سوالف ما اعرفها، مو بنفسك انا، لو قعدت ابكي ما راح اسكت الا الصبح. تكفي روحي شوفي من قاعد بالصاله كيفك. بس اذا كانت قاعده لي الحين في الصاله امر لله، بنام بهالحوش هوبلس. دليل مو تنسيني، يصير خير. يا بعد عمري يمه، والله تعبوك بواجباتهم. والله انت اللي تعبتيني اكثر وحده، ما تقولي وين تروحين انت؟ يمه رحت السوق اشتري شويه كريمات، جبت لك تشوفي ادري تحبينهم. اشوف وش جبتي؟ اي هذا احبه مجربته. متى جربتي يمه؟ انت جبتي لي اياه، فيك نسيتي؟ اي اللي تشترين واحد وستة ببلاش. الله انك فطينه يا بنيتي، انا مره ثانيه ما اروح السوق بروحي اخذك معاي. ولو اني ما احب اروح الا بروحي عشان اجيب لك هدايا. استمرين امر يمه. رطنه ايش تبين برطنه؟ يمه ما تعشيتي بالعشاء؟ رطنه جيبي عشاء بدريه اللي خاشين الدلال. بسرعه جوعانه. تدرين يمه، بدريه اليوم حرقت قلبي وطلعت مدري وينها، ولا معها تليفون ولا معها شيء، قلبي مو مطمن. يمه بدريه فوق احلفي. يمه من غير حلفان تشرب روح لها. لا 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 الله يخليك اقعد يمه، ترى هي تعبانه وزعلانه بالغصب قامت تسبحت والحين تلقينها مرتاحه، وترى اللي كانت تفكر فيه بطلت عنه. قولي والله يمه ايش فيك ما تصدقيني؟ الحمد لله. اسمعيني يمه لا تكلمينها اليوم، ترى واجد حساسه بتقعد تبكي، خليها وقت ثاني. زين زين انت روحي نامي سيده على غرفه الشمه. ان شاء الله باخذ كريماتي. ايش دعوه عاد خلي لي واحد. زين هاتش هاتش خلي هذا لك. اي عقب ما استخدمتيه. اي طبعا واقفل البيبان وراك. ابشري. ويه مشكورة يا رطنة، والله أنا ما حد حاس فيني بهالبيت إلا أنتي. واي أبي؟ لا شكراً. رطنة؟ أيوة. من قاعد بالصالة؟ دلال. ها؟ دلال. دلال؟ أيوة. ماما وين؟ ماما ما في. ما في؟ بس دلال؟ أيوة بس دلال. أبي أعرف شيء واحد بس، لما تبي تخليني واقفة برا؟ لا الصبح وخري الله يخليك. حرام عليك دلال، بروحي متضايقة وصكة معي الدنيا. تستاهلين، صار لك كم يوم غثتني. أها والحين تبين تبردي حرتك فيني. إيه حبيبتي، برج العقرب لا يطوف فرصة للانتقام. ما شاء الله. اكلي ماني قايلت لك شيء. لا ما اقدر اكل. ليش ما تقدرين؟ ما اقدر اكل وانا زعلانه. اجل انت ليش منتفخه ودائما زعلانه؟ اكلي اكلي اكلي. عادي؟ عادي. ايه كذي صح. جوعانه. شو فيدك الزعل؟ اي والله. حلو المسرحية هذه جديدة. جديد يا يمه خلي عنك الشغل، مو زين عليك ريحة الحريجة، ارتاحي. شو اسوي يا يمه؟ انت ما شفت السوى فيني؟ شو نسوي بعد يمه؟
إذا ما نوقف معاهم بهالوقت متى نوقف معاهم؟ إي والله تشود ترد فلوسهم وما ينسون وقفتي معاهم ومعروفي. يما أي فلوس؟ أبو عامر خسر كل شيء، ما عنده إلا اللي بمخباته. يعني ما عنده فلوس؟ لا ما عنده فلوس. فلوس أبو عامر توزعت على كل الديانة. يعني الحين حافي منتف. حافي منتف؟ عيل ايش عنده قاعد وهو مرتعن والعيال الملقف هذيل؟ لا وفوقهم كلبتهم بعد؟ أنا لو أدري إن حافي منتف ما قاعدة ثانية ببيتي. لا الباب مرات يفلونها ما يعرفوا يحشون. شنو صاير؟ ايش فيكم؟ أبو عمر نمشي ولا ايش فيك؟ أنا ذنكم. أبو عمر الله يهديك يا يمه. اسكت طقت شبدي. قاصدك بعد قاصد منو؟ يا سلام. يمه يبا احنا لمتى بنقعد هني؟ عموري حبيبي ايش فيك؟ يمه أنا ماني قادر أتحمل، أنام بالشارع ولا أنام هني؟ إي وأنا بعد. ما انت شنو مهمتك الا الفلوس؟ اي ما همتني الا الفلوس، لان حضرتك قاعد بالبيت عطالي بطالي و24 ساعه تتطلب مني، من وين بجيب لك؟ لا تحاتي، شغل راح اشتغل، بس عاد بطلع الحركات يمه شنو هذا؟ روح زين. استغفر الله. وانت ايش سويت في المدرسه؟ ما سويت شيء، بس عندي واجبات واجب. خبر عاجل، مطاردة في الشوارع بين محكوم سابق وقوات الامن. ألقت قوات الأمن هذا هو صح؟ أي يمه والله أني دعيت لك أمك، دعيت لك أنه يوخر عنك عيال الحرام ويقرب منك عيال الحلال، والله استجاب دعائي. الحمد لله لك يا رب، الحمد لله. سامحيني يمه. سامحتك يا بنيتي، بس فلوسك والله والله ما سويت فيهم شيء. الله لك يا رب، الحمد لله. والله أني قايلة أن بنتي ذكية ما حد يقص عليها، الله يشهد أنك أغلى بناتي وعز بناتي علي. بعد عمري حبيبتي بنيتي وحنا وانتو يا زينات يا السنعات، اقعدوا تقهووا واشربوا واقدعوا وخلوا امكم تخم. اشربي عدل مرق وهو عنك وما عنك. على قايلة بدرية الزينة، بدرية السنعة، بدرية بنيتي. حيل حيل خمي عدل. ممكن أشوف الليرات؟ لو سمحت تعال شوي. المشكلة ماني قادر أقتنع، يعني جمعت كل الأطراف هني قعدوا ما حسيت إن قاعد يتكلمون بصدق، يعني عرفت قصدي؟ ألو؟ ألو؟ هلا؟ شو أخباركم؟ شلونكم بزينين؟ شلوننا؟ إيش؟ الحمد لله الحمد لله بخير، أنتم شلونكم؟ بشرونا عنكم؟ شو أخباركم؟ أقول لك إحنا عيد ميلاد، عيد ميلاد مباشر تجون؟ دلال رجع لي خذتي بكانه. بدري ايش فيك جنيتي؟ جنيت ها؟ جنيت. الو جنيت. هذا شنو؟ هذا شنو؟ الو دلال. جزاع. دلال. جزاع جزاع. نعم نعم نعم. ايش تبي نختم يسجنونها واخرج كل منك. جزاع يا ربي.